جولة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التي تشمل الكويت وقطر والعراق تأتي بعد أسبوعين من توصل إيران والقوى الكبرى إلى اتفاق بشأن الملف النووي وصف بالتاريخي. ظريف كما يبدو يسعى إلى طمأنة الدول الخليجية التي لا تتفق مع مواقف طهران وترفض تدخلها في الصراعات القائمة في المنطقة. الاتفاق النووي رغم أنه بدا تنازلا من مشروع أرادته طهران وطنيا ومستقلا، تحول وفق نقاد إلى نشاط محدود يقتصر على الأبحاث ولا يلبي حتى احتياجاتها لتوفير وقود محطتها النووية الوحيدة في بوشهر. لكن في المقابل يقضي الاتفاق برفع الحظر الاقتصادي المفروض عليها وإعادة مليارات الدولارات من أموالها المجمدة في ذروة اتهامها بتأجيج الصراع الطائفي في العراق وإسنادها المعلن لنظام الرئيس السوري بشار الأسد. رغم هذا دعا ظريف من الكويت إلى التعاون المشترك لمعالجة القضايا الإقليمية الراهنة. الجمهورية الإسلامية تقف دائما إلى جانب شعوب المنطقة لمواجهة التهديد المشترك الذي يتمثل بالإرهاب والتشدد والطائفية. رسالتنا إلى دول المنطقة هي التعاون المشترك لمواجهة التحديات المشتركة. في الدوحة سلم ظريف أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالة خطية من الرئيس حسن روحاني بشأن العلاقات الثنائية وأطلعه على الاتفاق النووي. ومن هناك دعا وزير الخارجية الإيراني دول المنطقة للانضمام إلى بلاده في محاربة ما وصفه بالإرهاب. ظريف قبل أن يلتقي في العراق بمسؤولي الحكومة زار في النجف المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني وقدم له تقريرا مفصلا بشأن الاتفاق النووي والتحديات التي تواجهها المنطقة. وتدعم إيران في العراق ميليشيات شيعية أبرزها قوات الحشد الشعبي التي تقاتل إلى جانب القوات الحكومية في عدد من المناطق، وتقول إن هذا الدعم أنقذ العراق من كارثة أعظم. نحن ندعم شعوب المنطقة دائما، نحن قمنا بمساعدة الشعب العراقي لكي لا تسقط بغداد وأربيل بيد داعش. زيارة جواد ظريف رغم أنها حملت في طياتها رسائل للتعاون المشترك في مواجهة التحديات المستعصية في الشرق الأوسط، لكن شكل التعاون المنشود لدى طهران يبدو مختلفا عما تتوقعه الدول الخليجية. ففي سوريا تستمر إيران بدعم الأسد الطامع برفع مستوى الدعم بعد الاتفاق النووي لتحسين موقفه، لكن الخليجيين يقفون إلى جانب الثورة ضده. أما بالنسبة لليمن الذي يحقق فيه التحالف العربي مع أنصار الرئيس عبد رب منصور هادي انتصارات تمثلت باستعادة عدن من هيمنة الحوثيين، فتقف إيران على نقيض من التحالف الذي يسعى لاستعادة شرعية الرئيس هادي.